95,1 Ujung Kulon FM. Ujung Kulon FM. 95,1 Ujung Kulon FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Ujung Kulon. Edisi Sabtu 9 April 2022 bertepatan di hari yang ke-8 ya wargi Ujung Kulon di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, yang mana setiap malam kita bertadarus ya, yang mana setiap malam diadakan Taman Ujung Kulon Tadarus Malam Ramadan di Ujung Kulon FM. Buat wargi Ujung Kulon yang di rumah, silahkan yang mau nyimak di line interaktifnya di 081-319-995-951 mau ikutan ya. Nah, sudah sampai di surat Hud ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. 95,1 Ujung Kulon FM, Ramadan yang indah bersama Ujung Kulon FM, raih berkah. Masih di Taman Ujung Kulon, tadarus malam Ramadan di Ujung Kulon FM. Kita kasih kesempatan buat yang di rumah, silahkan di line interaktifnya di 081-319-995-951. Halo Ujung Kulon FM. Ramadan yang indah bersama Ujung Kulon FM, raih berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang semuanya. Damang. Tapi sehat-sehat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dilanjut. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr li imra'atihi akrimi maswahu 'asa ayya fa'ana takhidahu walada wa kadzalika makanna liyusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak wa qalat hayta lak Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu zalimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَقِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم يتجرعه ولا يكاد يزيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب
الحبل غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأرغتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim walhamdulillahirabbil alamin. Ya baik wargi Ujung Kulon, kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini di acara Taman Ujung Kulon. Tadarus malam Ramadan di Ujung Kulon FM. Sebelumnya diucapkan banyak terima kasih buat wargi Ujung Kulon yang di rumah, yang udah datang langsung ke studio, juga yang udah ikutan berpartisipasi malam ini ya. Dan juga wargi Ujung Kulon, mohon maaf atas segala kesalahan pastinya ya, karena kami hanya manusia biasa, tak luput dari segala kesalahan, dan ada benarnya itu mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Pamit dari Ujung Kulon untuk Indonesia, dan tetap semangat Ramadan yang indah bersama Ujung Kulon FM, raih berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Ujung Kulon FM. Ujung Kulon FM.